لكن لعود إلى جواب سؤال تلك الشخصية الملتزمة دينيا، تسأل بمرارة بأسى بحزن، لماذا؟ لماذا يصرون على معرفة رأيي؟ يعلمون أن رأيي لا يتطابق، يختلف عن رأيهم في هذا، على الأقل في هذه الجزئية يا سيدي، مع أنه يتطابق في 50,000 جزئية. لا، الآن فقط حين أعربت عن حريتك، عن استقلالك، أن عندك أنا، عندك شخصية يا أخي، عندك كيان، أستطيع أن أقول لجماعتي، لحزبي، لتنظيمي، لجماعة مسجدي، لجماعة مذهبي، طائفتي، لدولتي، لا، مش مقتنع، لا أتطابق معكم. هنا ينسى كل التطابق، كل الامتثاليات، المسيرات السابقة، ونأتي الآن إلى هذه النقطة فقط. طب لماذا هي محرجة لهذه الدرجة هذه النقطة؟ لماذا تحرجهم؟ لماذا تضايقهم؟ لماذا تستفزهم؟ لأنها تؤكد أنك أنت أنت، تستطيع أن تقول أنا. هذا غير محبب للأسف في كل الدوائر القمعية التي تقوم على التسلط على الناس أيها الإخوة، واحتكار الحقيقة، وادعاء أنهم يتكلمون باسم الحقيقة، الحقيقة السياسية، الثقافية، الدينية، الأيديولوجية، بغض النظر، انتبهوا، أخطر شيء. كل من لا يؤكد على استقلالك، من لا يحترم رأيك، من لا يحترم حريتك، من لا يحترم اختلافك معه، أنا أقول لك هذا لا يمكن أن يدعي أنه يريد الخير لك، لا باسم الدين ولا باسم الوطن ولا باسم أي شيء آخر. هذا يريد أن يمارس سلطة عليك، يريد أن يقمعك فقط، يريد أن يمارس سلطته بمقدار ما يمارس سلطته هو عليك. المسكين هو مأفون نفسيا، يجد نفسه تتضخم ذاته عند ذاتها، عند نفسها تتضخم نفسه، عند نفسها تجادل كل نفسنا، هكذا يا أخوان، يتضخم، يشعر بنفسه، لكن في مقابل أن يحول أو يحيي الآخرين إلى أصفار. ثمن باهظ هذا، وهذا مسلك لا إنساني، وهو أول ما يدفع ثمنه أيضا، لأنه يتحول إلى طغيان فارغ، يفقد إنسانيته، لم يجد إنسانيته الحق بهذه الطريقة. يا أخواني، شخص وحيد، والله هذا شخص مجرد مش معين، يمكن أن يتحدث باسم الحقيقة الكاملة، لن أقول حتى المطلقة، النبي، الرسول، مش محمد، كل نبي كل رسول عند الله، هذا الذي تنادمه السماء، توشوش له، تحدثه السماء، هذا الوحيد الذي يقول أنا أستطيع أن أتكلم باسم الحقيقة، نبي وثبتت نبوته بمعجزة مثلا. العجيب يا إخواني واللافت، وهو جميل، يلفت بجمال وجلال، جلال الدين الحق الذي جاء ليحررنا، لم يأتي لكي يحيل نفسه إلى سلطة تمارس علينا يا إخواني باسم السياسة وباسم الكهنوت، أبدا. الدين لا يكون هكذا، أنت عبد لله وحده فقط، لست عبدا للسلطة، لست عبدا للشيخ، للفقيه، للملة، لست عبدا لأحد، أنا عبد لله الحق، والحق من عند الله، بمقدار ما يبدو لي الحق أنا أخضع، أذعن الإذعان، عملية قلبية، لا إكراه في الدين. لكن يا إخواني، هذا النبي، ولنأخذ النبي محمد لأن تراثه محفوظ مصون كامل بين أيدينا، هذا الكتاب الأعز الأجل، القرآن الكريم. طيب، العجيب أنه في هذا الكتاب وفي عشرات الآي الكريمات، مش آية وآيتين وثلاثة وأربعة، عشرات الآي، لا يفتأ القرآن يذكر ويؤكد وينبه الرسول نفسه عليه السلام أنك لست إلا مبلغ، لست إلا منذر، أنت لست شهيدا، لست وكيلا، لست حفيظا، لا تحاسبهم، لا تسيطر عليهم، لست عليهم بجبار. عجيب، كأنه يقول له اسعد بحقيقتك الوحيانية الإلهية، بلغها، ادعو إليها، بشر بها، لكن بوسيلة الإقناع فقط وليس غير الإقناع، لأن من طبيعتها أيها الإخوة ألا تؤدى ولا تتأدى إلى أحد إلا بالإقناع. قال تعالى لا إكراه في الدين. لكن يا ويلنا إخواني، يا ويلنا، سلوا كتب التفسير، سلوا المفسرين، الله يقول بعبارة واضحة، لا نقول صحيحة، هذا قرآن، هذا تواتر طبقيا، لكن واضحة صريحة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تعرفون هذا المقطع بالذات ذهلت فيه العقول، أنا شخصياً لم أقع على كلمة واحدة لمفسر تستطيع أن تشفي الغليل أو العليل وتنقع الغليل أيها الإخوة.
لماذا؟ ما سر هذا التعليل بهذه العبارة العجيبة؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بالعكس، هذا التعليل أشكل على طائفة من العلماء وقالوا هذا ليس بتعليل، واضح أنه تعليل. جهابذة على المفسرين فهموا أنه تعليل. الله يقول لا إكراه، وهذا نفي طبعا، لا إكراه، لأن لا التي للنهي أيها الإخوة هذه لها علاقة بالأفعال مش بالأسماء. إذا رأيت اسما هذه نافية قطعا، ليست ناهية، هذا خبر وهذا ليس إنشاء، لكن في معنى الإنشاء طبيعي يترتب عليه معنى إنشائي. لما الله يقول الحال والحقيقة، وهذا الخبر الإلهي حاك عن حالة تكوينية، الله خلق البشر وصاغهم هذه الصياغة على هذه الشاكلة، أن بواطنهم، أن قلوبهم حرة مستقلة لا يمكن أن تخضع. تعرفون ما هو أصعب من هذا؟ والله العظيم ما هو أصعب من هذا؟ أنك أنت نفسك، أنت لا تستطيع أن تسيطر على إيه؟ على باطنك. عجيب، هو يقودك أنت لا تقوده. هل تستطيع أن تتخذ قراراً بالحب؟ خلاص أنا أبغض هذا الإنسان وهو يبغضني ويلعنه ويلعنني، أي سأضغط زر الآن قرار سأحبه. لا تستطيع. أريد أن أحبه، مصلحتي في محبة. تستطيع أن تنافقه، أن تتملقه، أن تداهنه، أن تداجيه مداجاة مداهاة تملق أيها الإخوة، لكن لا تستطيع أن تحبه حتى لو كانت مصلحتك وأمنك وحياتك ومستقبلك بين يديه. لا تستطيع. تستطيع أن تظهر له أنك تحبه، نفاق كذب هذا صحيح، لكن قلبك في الداخل لا يريد أن يحبه، أنت تريد أن تحبه. تقول أفضل أن يواطئ ظاهري باطني وأن أحبه حقا لكي أنجز وأحرز مصالحي. لا تستطيع. طب يا أخي شيء أنا لا أملكه من نفسي، أنت تملكه مني. يا أخي شيء عجيب يا أخي، أي سلطة تملكه مني؟ لا سلطة كهنوت ولا سياسة ولا سياف ولا جلاد ولا... هذه هي حكمة الله أيها الإخوة، حكمة الله في خلق هذا الإنسان ليكون خليفته في الأرض، هذا هو الإنسان. لكن الأديان والنظم والأيديولوجيات والأفكار والتنظيرات التي تسمح للبشر أن يسطو بعضهم بضمائر بعض وأن يكون رقيباً بعضهم على ضمائر بعض، هذه نظم لا إنسانية، وهي نظم طغيانية ضد الخطة الإلهية في الخلق. الله يقول بوضوح لا إكراه في الدين، هذا خبر في معنى النهي، في معنى النهي بلا شك، لكنه حاكٍ عن حالة تكوينية فطرية خلقية، هكذا صاغنا الله تبارك وتعالى. ثم علله عز من معلل فقال جل من قائل قد تبين الرشد من الغي، لأن الرشد واضح منماز، انماز الرشد افترق، انماز الرشد من الغي، هذا النور هذا الظلام، هذا شمال هذا يمين، ما في هذا حق هذا باطل، هذا ليل هذا نهار، واضح الأمور. طيب كيف يمكن أن تكون هذه الجملة الجليلة تعليلاً لخبر لا إكراه في الدين وبالتالي ما ترتب عليه من معنى إنشائي من تكليف فلا تكرهه أحداً؟ الله يقول إذا كنت خلقت الإنسان على هذه الشاكلة لا ينبغي لأحد ولا للنبي محمد لأنه ليس عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أنت مذكر فقط لكن لست بجبار. تقول لهم آمنوا أو أقتلكم، ادخلوا في ديني أو أذبحكم، يقول له هذا فعل الجبابرة. وسبحان الله في آيات قرآنية كثيرة فعلاً لم يفعل هذا إلا الجبابرة، إلا الطواغيت. ورغم الصحيح من الذين ذبحوا وصلبوا في جذوع النخل؟ من الذين قتلوا؟ لا تعودن في ملتنا أو كذا، من؟ الطواغيت دائماً، الكفار، أسلوب الإكراه والطغيان والاضطهاد دائماً اصطنعه ومارسه الكفار والطواغيت. هل مارسه نبي واحد؟ مولانا جلال الدين الرومي رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول ما الأنبياء تعلمنا الحرية، وصدق. الأنبياء هم المعلمون الأوائل للحرية يا إخواني، الأنبياء هم الذين جرأوا الناس أسياداً وعبداناً على أن يقولوا للمجتمع، كل المجتمع، لا لسنا معكم، أنتم غالطون مخطئون. عجيب. وذبحوا وشردوا وقتلوا الأنبياء وأتباعهم. لذلك يقول الرومي في المثنوي من الأنبياء تعلمنا الحرية، هذا، لكن من الطواغيت تعلمنا الطغيان والعبودية. لكن هذا الطغيان والعبودية تلبس بلبوس ديني بعد ذلك عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، ولسنا بدعا في الأمم ومن الأمم.